رجعنا لكم تاني ومع فقرة الترند، فقرة الدايت، فقرة ازاي تاكل هيلثي. معانا المهندس عمرو شلبي، مؤسس جروب هيلث كيبرز. اهلا اهلا بحضرتك بيك استاذ عمرو، اهلا بيك. اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله بخير. ممكن اعرف فكرة الجروب جات لحضرتك ازاي؟ فكرة الجروب جه في وقت انا مهندس، فكنت لسه سايب الشغل بتاعي، فكنت بحاول ادرس ماركتينج. في الوقت دوت كنت بتابع الترندات على الفيسبوك او كده، فشفت ترندات بتشجع على الاكل بشكل عام، كرش كيبرز. ففي الوقت دوت حبيت، يعني الموضوع ما كنتش شايفه حلو قوي، فحبيت اشجع الناس على الاكل الصحي. فجه في بالي كلمه هيلث كيبرز كحاجه كده زي الاهلي والزمالك تمام. بس، وبدات الفكره. وكان بدات ادعمها، اشوف الدكاتره او كباتن عموما في المجال اللي يقدر يقدم محتوى للناس، والناس كانت بتشد للاسم والجو اللي انا كنت عامله في الجروب. بس لحد واحدة واحدة ربنا كرمنا وبقى ترند يعني. تمام. وجت بعد كده مع حضرتك ادمن الجروب، مع حضرتك مهندسة حسناء. ايوه تمام. صح كده. تمام. هي كانت من اول الناس اللي كانت مع حضرتك ادمن. كانت من أول الناس اللي معايا أدمن، وكان ليها تحول، عملت ترانسفورم جامد يعني على الجروب في الوقت دوت. وهو أصلا الجروب أنا الأدمن لوحدي، وبدأت أختار الناس المميزين يبقوا معايا في الجروب، يعني من الناس اللي هم في الجروب ما كنتش أعرفهم قبل الجروب خالص. ازي حضرتك يا مهندسة حسناء، الحمد لله. اخبارك ازي ايه؟ حضرتك؟ الحمد لله. طيب، ممكن حضرتك تحكي لنا بس عن تجربتك، قصتك يعني باختصار طيب يعني؟ اوكي. هو الترانسفورميشن بتاعي يعني مختلف شويه، لان احنا دايما كانت كل ترانسفورميشن ان حد زاد في الوزن، او حد يعني كان رفيع وزاد، او حد كان تخين وخس. الترانسفورميشن بتاعي كان مختلف شويه، لان انا كنت فروم 70 تو 70، اللي هو شكل الجسم اتغير يعني يعني دايما الشيب. الشيب. يعني احنا دايما الناس ما بتفكرش تنزل جيم او تلعب رياضه او تعيش الهيلثي لايف ستايل غير لما يكون في مشكله، لما يبقى عندها مشكله. مش بشكل عام عندنا ثقافه ان احنا نعيش اللايف ستايل وانا جسمي كويس، او ان انا يعني صحتي تكون كويسه احافظ عليها اكتر يعني، او شكلي كويس. فكان الموضوع مختلف معايا، عشان ما حدش كان يعني كانت كل الناس حواليا بتستغرب، اللي هو انت يا بنتي شكلك كويس، عامله دايت ليه وكده، بتعملي كده ليه يعني. فكان الموضوع يعني ان انا اوصل لشكل، كان عندي تارجت ان انا اوصل لاحسن شكل ممكن اوصل له، يعني ان دايما في الاحسن والاحسن والاحسن، ما اوقفش عند نقطه معينه يعني. بس دايما يعني طول، عشان انا نسبه الدهون يعني كل ما بتبقى نسبه الدهون في الجسم قليله، الجسم بيعاند شويه، فبتبقى خساره. مثلا لو انت عايز تخسي 5 كيلو اكتر، يعني اصعب جدا من انت عايز، مع احترامي للناس اللي خست 20 و30، بس الموضوع بيبقى صعب شويه، بيبقى احنا محتاج. معانا صوره حضرتك صح كده؟ اوكي. طيب ممكن نشوفها على السكرين حضرتك صح كده؟ يعني اه انت هنا كنت 70 وهنا كنت 70 70 برضو، برضو. بس هنا 70 نسبة دهون اعلى، وهنا 70 نسبة دهون اقل، وجين ماسلز في نفس الوقت. بس هي بتبقى يعني محتاجة مجهود شوية، ان انت تلوس فات وجين ماسلز في نفس الوقت، بتبقى محتاجة مجهود اكتر شوية وتغذية مظبوطة اكتر وتغيير يعني. لايف ستايل. اه لا هايل ما شاء الله. كنت بتلاقي وقت ان انت تلعبي رياضة؟ لا يعني كان الموضوع عندي شغف يعني، حبيت الموضوع واخدت فيه سيرتيفيكت بقى تدريب جميل. وتغذيه وكده يعني. تمام. طب حضرتك كنت ماشيه على نظام معين ولا؟ بصي، وانا يعني في البدايه كنت بقرا وبشوف، وبدخل على اليوتيوب واشوف الدكاتره والكباتن، وادخل على الجروبز بقى. كنت بما اني كنت في هيلث كيبر دخلت فيه برضو ان انا حابه الموضوع، فكنت بتفرج وبشوف. فبعد كده حسيت ان في اراء مختلفه، يعني مثلا يعني حسناء بتقول حاجه، عمرو بيقول حاجه، فحسيت ان محتاجه ان انا اعرف مثلا الحاجه الصح. وقتها بقى خدت سيرتيفيكت، اتعلمت بقى حاجات كتير. يعني النظام الصح اللي المفروض ان احنا نمشي عليه هو بتبقى يعني منظومه كامله من 4 حاجات، مفيش حاجه عنصر فيهم بيقل اهميه عن التاني. ان انت اول حاجه النظام الغذائي، تاني حاجه شرب الميه، النوم الكويس، الرياضه. ال4 حاجات دول مهمين جدا. النظام الغذائي يكون بالانسد، يكون فيه كل العناصر الغذائيه اللي جسمك محتاجها، بروتينز، كربوهيدرات، دهون صحيه، فيه الفيتامينز والمينرالز اللي جسمك محتاجها، الياف، من غير بقى منع ولا حرمان. كنت بشرب 3 لتر وساعات بوصل 4 لتر في ميه في اليوم. طب باشمهندس عمرو، حياتك اتغيرت قبل هيلث كيبر كانت عامله ازاي، وبعد هيلث كيبر بقت عامله ازاي؟ قبل هيلث كيبرز يعني شخص كسلان شويه، فهو بغض النظر يعني هيلث كيبرز بقى ترند معايا وكبر معايا، ممكن مش عاوز اقول صدفه يعني، هو برضه عملت فيه مجهود. أكيد. بس بعديها انا كنت برضه تخين شويه وخسيت كتير الفتره اللي فاتت، بتاع مش فاكر
تقريبا 6 كيلو 7 كيلو في الحدود ديت. في صوره لحضرتك اهي. بالظبط. وكانت في فتره يعني صغيره، كنت كام كيلو وبعدين بقيت كام كنت كيلو؟ حوالي 90 وبقيت 8 84 83 في الحدود ديت في على الميزان يعني. هايل جدا. بس دي فترة صغيرة، لأن أنا برضو قعدت فترة كسلان بعد ما عملت هيلث كيبرز دي في شهرين بالظبط يعني جيم، وكان بس مقلل الرز النشويات عموما. يعني مقلل النشويات وبس جيم بالظبط تقريبا، ما عملش حاجة تانية. حضرتك على هيلث كيبر بتساعدوا الناس ان هم يخسوا، ايه أكتر الأنظمة؟ يعني احنا سمعنا كتير قوي اليومين دول طالع ترند موضوع نظام الكيتو، ممكن تشرح لنا ايه نظام الكيتو ده؟ ممكن مهندسه حسناء صح كده، هي ماسكه حضرتك في الحته دي صح؟ خلاص ممكن حضرتك. تمام. هو بصي مبدئيا في البدايه كده عايزين نقول ان مفيش نظام هو احسن دايت، يعني الدايت ده هو احسن دايت. أوكي. ودايما بننصح الناس في الجروب ان هم ما يمشوش ورا الترند ولا اي حاجه. مثلا يعني حسناء خست على الصيام المتقطع، بس ممكن الصيام المتقطع عمر ما يخسش عليه، لان هي مش بس يعني بيبقى طبيعه الجسم واختلاف الهرمونات وحاجات كتير ليها عوامل كتير جدا بتختلف من شخص للتاني، فما ينفعش مثلا اشوف حد مشي على نظام معين وامشي عليه. فدايما كنا بنحاول ان احنا مثلا اعرفك الصيام المتقطع بيتعمل ازاي والكيتو دايت بيتعمل ازاي، بس لازم تفهم الاول قبل ما تخش النظام تحسبها كويس، هل النظام ده يعني من الناحيه الصحيه ومن الناحيه النفسيه. يعني الناحيه النفسيه بتقول لنا في الاخر ان احنا قبل ما نيجي نعمل اي نظام لازم اشوف صحتي الاول عامله ازاي، يعني الحاله الصحيه بتاعتي عشان ابتدي بعديها اقول اذا كان النظام ده هينفعني ولا مش هينفعني. بالظبط. عشان خاطر الناس تقريبا مش فاهمه الحته دي، وكله مثلا مهندسه حسناء مشيت على الانترميتنت فاستنج فانا بالنسبه لي خلاص انا تمام، واحده على الكيتو مثلا مهندس عمرو على الكيتو فخلاص انا هو خس يبقى انا هخس زيه. لا انا مش بتبقى ماشيه كده يعني، لازم ارجع لمختص. احنا بنحاول نوعي الناس دايما، بنكتب بوست وبطلع لايف في الجروب بقول لهم ما ينفعش ان احنا نمشي ورا اي حاجه، لان مثلا في حاجات كتير ليها سايد افكتس زي الكيتو دايت. فانا المفروض الاول اشوف حاله الصحيه، في حاجات فيها منع وحرمان يعني زي الكيتو دايت ما فيش كربوهيدرات خالص، يعني الكارب نسبه 5% بيبقى خضار والياف حاجات ورقيه، يعني ما فيش بقى لا مكرونه ولا رز والحاجات دي كلها. هل انا دلوقتي لما هدخل الكيتو دايت هقدر ان انا امنع الحاجات دي كلها طول حياتي؟ لازم برضو الناس تبقى فاهمه ان الدايت لايف ستايل، يعني مكمل معايا بقيه حياتي، ما ينفعش ادخل الدايت مثلا اخس شهر او اتنين وارجع تاني اكل غلط بعد كده هرجع اتخن كل اللي انا خسيته تاني، فلازم ابقى حاسبها الاول قبل ما ادخل النظام او اختاره. يعني مهندس عمرو انا فعلا كنت مبسوطه مع حضرتك فعلا، وفكره وتاسيس الهيلث كيبر عامه كجروب دي بتشجع الناس، يعني ناس كتيره بتشجع، يعني انا اوريدي اصلا موجوده في الجروب وبكون مبسوطه لما بلاقي حد بيخس او الكلام ده كله. مهندسه حسناء احنا كنا مبسوطين مع حضرتك حقيقي. نانسي كنت مبسوطه معاكي النهارده جدا جدا جدا، الحلقه جميله جدا بيكم، نورتونا نورتونا فعلا. ويعني اكيد ان شاء الله مش هتبقى اخر مره، ان شاء الله هتكونوا معانا. مشاهدينا احنا كنا مبسوطين النهارده معاكم في حلقه جديده، ان شاء الله استنونا مع نص الدنيا.